السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتنا، قناة المزارع الصغير. هنتعرف مع بعض النهاردة عن بعض أنواع القطيفة، وطبعا احنا معنا طبعا قطيفة في منها أنواع كتير، زي طبعا قطيفة دي قطيفة الزهور. طبعا قطيفة الزهور دي شكلها جميل جدا، طبعا بشكل حرف شايفين ده ممكن نطلع أكتر من زهرة. دي طبعا نطلع الزهرة دي ستكبر، وطبعا ممكن نطلع هنا طبعا زهرة كمان، ودي طبعا زهرة ايه يا جماعة كمان. طبعا دي بتزرع في بيتروس، دي مزرعة في بيتروس، بتزرعش في تربة، بحب التربة الخفيف. ودي طبعا ايه مطلعة معانا برضو كام زهرة، دي زهرة اهيت، ودي طبعا كمان زهرة، ودي طبعا كمان زهرة لسه هيكبروا. ودي طبعا يا جماعة شايفين دي بشكل حرف شايفين دي شكلها جميل جدا، القطيفة دي شكلها جميل جدا جدا، شكلها جميل جدا يا جماعة. تمام يا جماعة، دي منها اللون الأصفر يا جماعة، القطيفة دي شكلها جميل جدا جدا. دي طبعا اهو بتطلع أكتر من زهرة، طبعا ممكن تطلع دي هتطلع زهرة برضه، ودي طبعا تطلع كمان زهرة. طبعا يا جماعة القطيفة دي بتنزرع من التقاوي، مينفعش يتعقل منها، دي ما ينفعش تعقل منها يا جماعه، لان باينه بشكل عارف الشكل ده. طيب طبعا ما فيهاش فروع ينفع تتعقل ولا ينفع تتقص. طبعا القطيفه دي حساسه جدا جدا، فانتوا تكونوا حذرين ومحدش يمسك الورده بتاعتها دي كتير، الزهره دي محدش يمسكها كتير عشان ما تموتش مننا. طبعا يا جماعه زي ما قلنا اللي هي مزروعه في بيتموس، مش مزروعه في تربه عاديه. دي طبعا اهي بتطلع معانا اكتر من زهره برده، هي مزروعة بيتموس يا جماعة، مش مزروعة في تربة عادية. دي طبعا اللون الأصفر منها، دي طبعا في منها اللون الأصفر، وفي منها لون تاني، وطبعا في منها الأصناف تانية كتير هنوريها لكم برضو في آخر الفيديو. طبعا ديت القطيفة الزهور. وطبعا يا جماعة القطيفة دي موجودة، طبعا لو حد عاوز طبعا يستفسر عنها أو حد عاوز يشتري طبعا يكتب لنا برضو في الكومنتات. طبعا يا جماعه في منها اللون الثاني طبعا اللي هو اللون البرتقاني، ده اللون البرتقاني منها، ده اللون البرتقاني يا جماعه شايفين. دي طبعا اهي بتطلع زهره، دي طبعا كلها في واحده بس، ودي طبعا اهي لسه تطلع زهور. ده يا جماعه دي القطيفه، قطيفه الزهور شكلها جميل جدا جدا يا جماعه. وشايفين طبعا دي طبعا هي ديت الزهره دي طبعا كبيره بالشكل حضراتكم، دي طبعا لسه زهور صغيره بس هتكبر طبعا. يا جماعه شايفينها بالشكل اللي قدامكم، شكلها تحفه تحفه والله يا جماعه، شكلها خرافي. شايف يا جماعه دي طبعا انت ممكن تحطها في البلكونه، طبعا شكلها جميل جدا. طبعا يا جماعه القطيفه ديت شكلها جميل جدا جدا يا جماعه، وطبعا ده مش اخر حجم لها، هي بتكبر اكتر من كده طبعا، وبتطلع زهور تانية. وبتطلع يا جماعه الزهره بتاعتها قد ايه، طبعا يا جماعه الزهره شوف قد ايه، طبعا دي مش اخر كبران، هي بتكبر اكتر من كده طبعا وبتطلع زهور تانية. طبعا دي برضو بتتسمد برضو بتتغذى برضو، بيحطوا لها زي ان بي كي، بس بنحطه طبعا بنسبه قليله عشان دي طبعا هي زي ما حضراتكم شايفين اللي هي صغيره طبعا مش كبيره، فهنغذيها طبعا ب ان بي كي، وهنحط نسبه صغيره نسبه قليله يعني منه، وهنبدا نرويها بيه ونرش برده على الورق عشان الورق يمتص من الان بي كي اللي احنا هنرش عليها المغذي يعني. وطبعا كان النوعين بتوع القطيفه اللي هي الزهور زي ما قلنا، طبعا في منها اللي هو البرتقاني ده، وفي منها الاصفر، ده الاصفر يا جماعه، طبعا باينه من اللون اللي حضراتكم شايفينه ده، شكلها تحفه جميل جدا يا جماعه. دي طبعا موجوده في مشتل كفر دوار، ولو محدش يعرفه طبعا يا جماعه يكتب لي طبعا في الكومنتات، وانا طبعا اجيبها له او اقول له على المكان بالظبط يجيبها منه. ودي طبعا يا جماعه نوع تاني من القطيفه، ده نوع تاني من القطيفه اهو، ده نوع تاني من القطيفه، دي بتتعقل بقى القطيفه دي، النوع التاني ده بيتعقل منها. ودي طبعا نوع منها اللي هو الغامق، ده النوع الغامق منها، ودي النوع الفاتح، في منها غامق وفي منها فاتح. تمام مش هنا الشكل عندكم مش الفرق ده. دي طبعا قطيفه
واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. وطبعا قلنا زي ما قلت لكم في اول الفيديو، لو حد عاوز طبعا يشتري القطيفه ده يكتب لنا في الكومنتات، او هي موجوده في مشتى كفر الدوار، لو ما حدش عارف مشتى كفر الدوار يكتب لي طبعا في الكومنتات، وانا طبعا لو هو عاوز انا اجيبها له، او ممكن لو هو انا اقول له على المكان بالظبط هو يروح يجيبها بنفسه. ولو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان اوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.